مرحبا بكل متابعي برنامج ظهيرة الجمعة. اليوم راح نقدم لكم عدد من المواهب العراقية من جميع المحافظات اللي وصلنا لها عن طريق حيدر عبادة. هو الشخص اللي كرس حياته بدعم هذه المواهب ولو بأبسط ما يمكن. خليكم ويانا. حيدر عبادة من البصرة، 22 سنة، طالب سادس الأدبي. وبالبداية طبعاً يسعدني ويشرفني أن أكون على قناة الشرقية، هذا المنبر الحر، وأكثر ما يفرحني هذه الالتفاتة للمواهب العراقية، لأن أنا اختصاص المواهب العراقية. لنا الشرف، أهلاً بك. أستاذ حيدر، شلون إجتك فكرة دعم المواهب وسويت بيج إلهم باسم فن العمالقة؟ إحنا كشعب عراقي عبارة عن شعب فني، إن تراثنا طبعاً وإن تاريخنا منذ أقدم العصور نمتاز بالفن. فأثناء أنه أنا أشتغل بأحد البيجات العراقية الكبيرة مصمم، فكنت أطالع الرسائل اللي تجي على طلبات النشر، كانت أغلب الطلبات أنه أنا عندي موهبة، فحبذا تنشرون الموهبة مالتي. كانت عارفين أنه ماكو واحد يعني يشتغل مجانا، هذا الشيء يعني نادرا ما موجود. فكان طلب أنه من الصفحة حتى تنشر الموهبة أنه رصيد كارت موبايل أو مثلاً مبلغ معين، فيتردد فضيع هذه الموهبة. فأحد هذه المواهب بنت معوقة من ديالة أخذت الثاني على البرتغال بطولات، وهي مسوقة رسامة وشاعرة. فلما قرأت رسالة مالتها شوي أنا صراحة تأثرت، ومعوقة يعني ذو الاحتياجات الخاصة، فرحت لها للخاص فقلت لها جت ببالي فكرة أنه أنا حافتح صفحة، وهذه الصفحة حننشر تقرير عنك، والتقرير ممنتج وكامل شبيه بالقناة الفضائية بالضبط يعني. شو اسم الصفحة؟ اسم الصفحة سميتها فن العمالقة. ليش فن العمالقة؟ لأن صراحة أكو فن حقيقي وأكو فن مزيف. الفن الحقيقي أغلبه وليس يعني أغلبه فن مدفون، أما بسبب ظروف مادية أما بسبب أنه بغير المركز أو المناطق الريفية. فصار الهدف أنه إحنا نبحث عن الفن الحقيقي اللي هم عمالقة ويستحقون كلمة عمالقة. نظمت أي مهرجانات تبرز هذه المواهب للمجتمع؟ هنا يجي دور فريق الإحصاء. فن العمالقة هي مؤسسة افتراضية، يعني على الفيسبوك عندنا فريق النشر وفريق الإحصاء. فريق الإحصاء شنو مهمة مالته؟ اللي تابع الفن العمالقة، فريق الإحصاء يسجل معلومات الموهوب والمكان مالته وجهة الاتصال، مثلا في كربلاء مثلا أو في بغداد. في حالة كان هنالك مهرجان في بغداد أو في البصرة أو في كل محافظة، نجي الفريق الإحصاء يعطينا عدد الموهوبين ومعلومات الاتصال مالتهم، فنتصل بهم وندمجهم ويا المهرجان اللي يحتاج إلى هذه المواهب. مثلا مهرجان البصرة اللي أقامه ياسر المنصور في شط العرب، المهرجان كان محتاج إلى ألعاب خفة وكان محتاج إلى رسامين، فأجينا الفريق الإحصاء، درجنا الموهوبين اللي مدفونين وما لهم مشاركات، واتصلنا بهم واخترنا الحالات اللي صراحة حالتهم المادية ضعيفة يعني، فأخذناهم للمهرجان وشاركوا بمهرجانات طبعاً. من هي أكثر موهبة حصلت على التشجيع من الناس؟ والله المواهب اللي إذا نحصلها هواية وغريبة. أكو مواهب بالاتزان، الاتزان هو حمل الأجسام على الأنف أو على الجبين، يعني هذه تقريباً أكثر موهبة. لكن الرسامين وبصورة عامة هم الذين يسيطرون على الساحة حاليا، فهنالك رسامين عرفوا من فن العمالقة. واجهت انتقادات في بداياتك؟ كثير. مثلا أكو ناس نسبون إلى جهة سياسية، أنا ما أنتمي لجهة سياسية أصلا، حر ما أتبع لأي مؤسسة ولا أتبع لأي حزب أصلا. انتقادات ثانية أنه أنت دا تشتغل لنفسك، فأنا من خلال قناة الشرقية طبعا أتقدم بالشكر الجزيل، أحب أوجه كلمة أنه فن العمالقة ليست لي، فن العمالقة للموهوبين، هم الذين يشجعون نفسهم، هم الذين يدورونها، هم المدراء فيها وهم العاملين فيها وهم الذين يطورون موهبتهم. شنو مشاريعك للمستقبل وبماذا تطمح؟ مشاريع المستقبل طبعا الواجهة الحضارية لكل بلد هم الموهوبين. نحن في العراق عبارة عن منزل ولنا جدار يراه الكثير ملوث، هدفنا الرئيسي هو رسم أجمل لوحات على هذا الجدار. مشاريع وأفكارنا أنه مواهبنا، مثلا أنا مفكر بإنتاج فيلم أكشن يضاهي الأفلام الأجنبية. عندي فريق الباركور بالبصرة،
فريق الباركور يقدرون يشاركون بالحركات مالتهم البهلوان القويه بهذا الفيلم، وعند المنتجين الاخويا اللي متفونين همين يقدرون، وعندي فنانين بالحيل السينمائيه، وعندي مكياج سينمائي وموجود وياكم اليوم، جبت لكم مكياج سينمائي، فنقدر نحن نطمح الى شيء مداخل للعراق. عندنا فقرات كثيره، فقره لم تكن بالحسبان اللي هي اللي يخترق الموهبه، مثلا عندي رسام يرسم بالالوان المائيه او رسم تقليدي او الكتروني، لا اريد نرسم بشيء ثاني، مواد مال طبخ، اريد نرسم بالحليب، وهم من جبتها لكم اليوم. مرحبا، شلونكم؟ عرفونا بحضرتكم. ازل هادي من محافظه كربلاء، موهبه الرسم. حنين راشد، رسامه مكرة سينمائيه من بغداد، عمري 16 سنه. متشرفت. ست ازل، احكي لنا شلون تعلمتي الرسم؟ تعلمت من صغير، يعني احب الرسم. كنت ارسم اشياء يعني على حسب يعني رسومات الطفوله، بعدين تركت الرسم بسبب الدراسه لحد ما تخرجت. وراها يعني عندي يعني صدفه هيك، رجعت صديقتي نزلت رسمه على الفيس حسابها، فانا تذكرت يعني انا كنت ارسم قبل وهاي، فبديت ارسم، رجعت للرسم شوي شوي. شفت الرسومات البقيه اللي نشروها على مواقع التواصل على الفيس والانستا، يعني شفت رسومات كلش حلوه، فتحديت نفسي يعني انا اوصل مثلهم يعني، فبديت شوي شوي اعلم نفسي اطور عن طريق اليوتيوب لحد ما وصلت هذا المستوى اللي انا هسه بيه، واحس نفسي بعد يعني ما متطور ذات التطور، احس يعني حضرتك قلتي انه انت بديتي من الطفوله، تقريبا من اي عمر؟ يعني صار لك ايش قد بهذا المجال؟ من الابتدائيه، يعني تقريبا عمر هو ثالث رابع ابتدائي، حتى اتذكر كان الدفاتر خاصة، هاي دفاتر خاصة بس يعني ارسم مناظر بيها، هاي دفاتر خاصة بس لرسم البنات، يعني بهيج عمر شدي اسوي دفاتر خاصة وليها محتفظة بيها، بس بعدين تركت الرسم بسبب الدراسة، ولحد ما تخرجت رجعت بديت ارسم. اكو احد مثلا من اهلك شجعك على هاي الموهبة، ساندك؟ كل اهلي، والدي ووالدتي واخواني وحتى صديقاتي واقاربي كلهم يعني يشجعون على الرسم. طيب شاركتي بمهرجانات برزت موهبتك؟ لا ما شاركت، يعني تفرغ هذه المهرجانات، وانا ما يعني ما عندي مجال حتى اتفرغ هيك، وحتى احس بعد نفسي بدي اتطور اكثر بالرسم، خصوصا بالرسم الزيتي، يعني احس نفسي يعني بعد اريد اتطور حتى اوصل مستوى انه اشارك مهرجانات او معارض. شلون وصلتي البيج فن العمالقه؟ شلون وصلتي للاستاذ حيدر عباده؟ عن طريق صديقه ذكرتني يعني بتعليق، قالت لي ليش ما تشاركين باعمالك بهذا البيج؟ هي يعني هي دلت لي، انا ما يعني ما اعرف البيج، فراسلتهم ودزيت اعمالي، فهم دورهم يعني نشر، هو استاذ حيدر نشر اعمالي على البيج فن العمالقه، وبعدين قال لي يعني تريد يعني لقاء او شيء هيك، يعني لعبتها يعني تعرفت على البيج فن العمالقه عن طريق صديقه. تمام، شكرا لك. ست حنين مرحبا بك. عنك حضرتك قلتي انه انت ماكيره مكياج سينمائي وبنفس الوقت رسامه، شلون تعلمتي المكياج السينمائي؟ انا بدايه من صغري انه انا رسامه، طورت بالرسم وهيك شيء، فكنت ادخل على اليوتيوب وادور انه كيف تطور رسم او هيك شيء، فشفت بالصدفة انه فيديو كيف تصنع جرح مزيف، فحبيت انه اكتشف شلون هيك شيء، دخلت شفت انه الادوات تفصل كل شيء، فقيت اجرب يعني ليش لا، جربت مره طلع فد شيء يعني عادي وشي، حبيت انه اطور هذا الشيء هو المكياج السينمائي انه اوصل مرحله بيه، فبديت انه ادخل انه ك يعني اي مواقع تواصل اجتماعي او اي شخص ماكير او عنده اي خبره بهيك شيء اخذ من افكار او هيك شيء، فبديت انه يعني اطور بها الموهبه، ولهسه حالي اني بعد مو محترفه بس بدايه يعني طريقي بالفن، ان شاء الله اطمح لافضل. اما بالنسبه للرسم فهي كنت من الصغر وهيك شيء، وبديت اطمح انه اطور، بديت ارسم انواع كثيره انه مائي زيتي هيك شيء، واكثر شيء بالفحم، وعندي اعمال كثيره. تقريبا يعني صار لك ايش قد بهذا المجال؟ تقريبا انه انا من الصغر كنت ارسم، بس كتطور واقدر انه انا اقول صرت رسامه قبل يعني تقريبا سنتين هيك شيء، يعني اقل هيك شيء. هسه ايش قد عمرك؟ تقريبا 16 سنه هسه. 14-15 شيء يعني، بس بالعطل لين أنا يعني كحكم مدرسة وشي، فأكثر شيء أستغل الوقت الفراغ بالعطل وشي، فأطور الموهبة وأستغل وقت الفراغ. شلون وصلتي البيج فن العمالقة؟ شلون وصلتي للأستاذ حيدر عبادة؟ أنا
عندي صفحة إنه خاصة بأعمالي فأنشر أعمال الشيخ، فحبيت إنه عن طريق الصدفة شفت فن بيج العمالقة فقلت إنه ليش ما يعني نشروا أعمال الشيخ، دزيت لهم صور وشي يعني استاذ حيدر حتى رحب بيها ويعني أتمنى ما هو شيء نشرها، لاحظت إنه أكثر المعجبين وشي يعني بأعمال وشي فودعوا يعني دعموني وشي فيعني تطورت الحمد لله حاليا مرحلة تطور. رجعنا وياكم ويا مواهب جديدة، عرفونا بحضرتكم. مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. عرفنا بحضرتك. أمير الأصيد، محافظة النجف، مخترع، أقوم باختراع الأشياء، ميكانيك سواء كهرباء يعني أي شيء. بديت بال 2010 بالاختراعات، من ثم تقريبا تركت أنا تقريبا، لكن بعد بيج فن العمالقة لا، لأن حسيتك ومن يتعب من يسار حتى يطلع هاي المواهب للناس فرديت وبقوة. وقبل فترة كنت بالبصرة مهرجان كل الشط العرب، طبعا دعاني الزميل حيدر عباد البصراوي، والحمد لله وشكر الموهبة نميتها أكثر وطورت اختراعاتي أكثر، وإن شاء الله عندي هواي اختراعات جديدة. شلون وصلت البيج فن العمالقة؟ شلون وصلت الأستاذ حيدر عبادة؟ وصلت عن طريق شخص يعني شفته متابع بيج فن العمالقة فتابعته، اتصلت بحيدر مقصر الولد يعني أخذ اختراعاتي ونشرهن ودعمني وساعدني، فيعني حيدر جميلة ما أنسأله صراحة يعني غير حياتي صراحة. حضرتك بديت من 2010 يعني بديت من عمر صغير تقريبا، ايش قد كان عمرك؟ 10 سنين. اي هسه 18 صار 8 سنوات تقريبا. بالنسبة للدعم أهلي يعني أهلي يدعموني أي مقصرة وياي، ثم إجان حيدر يعني قلت لك حيدر دعمني بشكل كلش كبير يعني ما أنسى لهذا الشيء، وإن شاء الله عندي اختراعات جديدة أقدمها مستقبلا إن شاء الله. مرحبا، عرفنا بحضرتك. يا أحمد بغداد، عمره 21 سنة، مصور فوتوغرافي، بديت هاي البداية 2014. من بديت لحد الان قبل فتره انه يلا جاني دعم من بيج فن العمالقه. شلون وصلت البيج فن العمالقه؟ وصلت عن طريق شخص اللي يهمناهم عنده موهبه كان رسام، فقال لي ليش ما تراسلهم انت عندك موهبه حلوه، راسلتهم والشخص جاوبني الاستاذ حيدر عباده ما قصر. شجعوك على هاي الموهبه؟ اي هم ساندوني بيها واشتروا لي كاميرا، شافوا موهبه عندي حلوه وهاي واستمريت. شاركت بمهرجانات حتى تبرز هذه الموهبة؟ شاركت بأحد المهرجانات معارض تقريبا 3 أو 4 نجحت بين الحمد لله والشكر يعني ما أخذ بين إنجاز. مؤيد من بغداد، خرج آداب إنجليزي، وموهبتي لاتي آرت اللي هو فن الحليب. شلون تعلمت ترسم بالحليب؟ والله من خلال يعني ممارستي لهذا العمل وتفرجت هواي مقاطع على اليوتيوب اللي هو يعني صدق يعني أنا تعلمت منه هواي شغلات، كنت أتفرج مقاطع على اليوتيوب مال الإيطاليين أو هي الشيء وأجي أطبقها بشغلي، أجي أطبقها بشغلي ثاني يوم أغلط وأرجع أعيد، أغلط وأرجع أعيد لحد ما أي لحد ما ألف الحمد لله يعني إنه وصلت مرحلة إنه أنا أقدر أي رسمة أشوفها أقدر أطبقها. إيش قد صار لك بهذا المجال؟ شو وقت بديت ترسم على الحليب؟ يعني تقريباً صار لي 4 سنين ونص إلى 5. شاركت بمهرجانات، شاركت مثلاً فد مطعم شافوا موهبتك أو شيء؟ أنا يعني اشتغلت بكثير أماكن ومشيت أموري الحمد لله، وما شاركت بمهرجانات الصراحة.
يعني ناس يعني شجعوك اهلك يعني الناس تشوف هذا الشيء حلو. انا اللي فرحني انه انا لما انزل شيء للزبون انه هو راح يفرح، هيفرح لما يشوف او فد رسمه او فد شيء على الكوب، فهاي فرحتي انا. مواهب بلاد الرافدين لا تعد ولا تحصى، فكل يوم نكتشف عده مواهب. كانت معكم جوان النعيمي في برنامج ظهيرة الجمعة، أتمنى يكون هذا اللقاء نال إعجابكم، مع أجمل تحيات لكم.